في قضية مهمة جدا جدا، واحنا اتكلمنا فيها قبل كده، وهي قضية الفتوى. ايه الفتوى؟ انتوا عارفين انه في 22 ديسمبر 2016، يعني بنتكلم الوقت داخلين اهو في سنة ونص، اتقدم النائب عمر حمروش اللي هو رئيس اللجنة الدينية في البرلمان بقانون الفتوى العام، تنظيم الفتوى العام. احنا بنعاني، الناس بتعاني انه اي حد بيفتي، اي حد بيقول، فنقول تنظيم الفتوى العام. طيب القانون ده دخل اللجنة الدينية ودخل اللجنة التشريعية، وكان موجود فيه ناس ممثلين للأزهر وناس ممثلين لدار الإفتاء وناس ممثلين للأوقاف، وتوافقوا على المشروع. الأول المسودة الأولى اللي دخلها عمر حمروش للبرلمان كانت المادة الأولى بتقول فيها إيه؟ وخليني هنا لأنه ده كلام لازم يبقى بنصه يعني. كان بتقول إيه المادة الأولى؟ بتقول يحظر بأية صورة التصدي للفتوى إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ومن هو مرخص له بذلك في الجهات المذكورة في المادة الثانية. كويس؟ ده البروفة الأولانية خالص. وكانت المادة الثانية بتقول إيه في البروفة الأولانية خالص؟ بتقول إنه الجهات التي لها حق منح فتوى، منح ترخيص بالفتوى، هي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، دار الإفتاء المصرية، ووفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. حلو كده؟ أهو أهو، يحظر بأية صورة التصدي للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف. دي يا جماعة المادة اللي بعد اللجنة الدينية واللجنة التشريعية ما ناقشت قانون عمر حمروش اللي هو رئيس اللجنة الدينية، ووصلوا للصيغة دي، تمام؟ اللي هي ايه؟ انه الفتوى بتحظر الا اذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالازهر او دار الافتاء او مجمع البحوث الاسلامية او الادارة العامة للفتوى بوزارة الاوقاف. وركزوا في الحتة دي. حلو كده؟ طيب يبقى دي المادة الاولى اللي موجودة في القانون اللي وافقت عليه اللجنة الدينية واللجنة التشريعية بالبرلمان. طيب ايه اللي ناقصه؟ اللي ناقصه انه هذا القانون يروح بقى اللجنة العامة، اللجان المختصة دينية وتشريعية وافقوا. قانون كويس؟ قانون كويس. كان في المادة الاولى بتحظر او بتقول انه الجهات دي فقط هي اللي مقصور عليها الفتوى، فضافوا بعد مناقشات الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف. طيب خلص الشغل في اللجنة الدينية وفي اللجنة التشريعية، مفروض يروح بقى للجنة العامة، الجلسة العامة عشان يوافقوا. طيب اتأخر، شمال يمين شمال يمين، عمر حمروش يكلم علي عبد العال، لا لسه في حاجات بنناقشها إلى آخر، إلى أن فوجئنا أنه هيئة كبار العلماء طلعت ملاحظات على القانون، يعني بعد ما توافق عليه زي ما بقول لحضراتكم في اللجنة الدينية واللجنة التشريعية. كويس؟ وده اهو، دي الجلسة او احدى جلسات النقاش. دي الجلسة الاخيرة يا شباب. طيب يبقى هنا دول اهو، ده انا عندي النائب، هات الصورة الثانية، النائب عمر حمروش اهو، واللي جنبه ممثل الازهر الشريف. تمام؟ طيب هيئة كبار العلماء قالت في ملاحظات، كان ليهم ملاحظة على المادة بتاعت حظر التصدي للفتوى. كانت ايه بقى؟ عملوا ايه؟ هرجع تاني، رجعوا لنا تاني يا جماعة المادة الأصلية في مشروع القانون. كويس؟ اللي هي بتقول يحظر التصدي للفتوى في الامور العامه، اهي في الامور العامه للفتوى العام، الا اذا كانت صادره من هيئه كبار العلماء بالازهر الشريف او دار الافتاء المصريه او مجمع البحوث الاسلاميه او الاداره العامه للفتوى بوزاره الاوقاف ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكوره، ووفقا للاجراءات التي تحددها اللائحه التنفيذيه لهذا القانون. طيب دار هيئه كبار العلماء في الازهر كان عندها
ملاحظة صدر تقرير من عندهم امبارح، وشالوا من هذه الفقرة الإدارة العامة للإفتاء في وزارة الأوقاف. كويس؟ شالوا الإدارة العامة للإفتاء في وزارة الأوقاف من الجهات اللي يعني ليها حق الفتوى. ليه يا سيادنا في هيئة كبار العلماء؟ قال لك لأنه الإدارة دي إدارة تنظيمية لعملية الفتوى مش فنية. طيب، وحذر كمان هيئة كبار العلماء ليهم ملاحظة إنه أئمة الأوقاف اللي في المساجد ما يفتوش. دي بقى اهي، انتوا فاكرين المادة اللي استقر عليها القانون؟ دي المادة اللي بيقترحها او اللي اجرى عليها تعديل هيئة كبار العلماء، بتقول يحظر التصدي للفتوى الشرعية الا من خلال الهيئات المعنية بالفتوى في الازهر الشريف او دار الافتاء المصرية او من يرخص له بذلك من اي منهما. فين يا جماعة الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف؟ اتشالت. الهيئة كبار العلماء مش عايزة إنه يبقى في الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف. ويتكلم قال لك ويرجح، خلوها يا شباب، خلوها وديتوها فين؟ وديتوها فين للناس عشان بس يبقوا معانا؟ ويرجح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في حالة تعارض الفتوى بين الجهات المذكورة وفقا للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. كويس؟ طيب، ده خلاصته ايه؟ انه اول حاجة ان احنا امام محاولة من هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف لصنع ما يمكن اعتباره كهنوت، لان هم هنا بيعملوا ايه؟ بيعملوا من نفسهم مرجعية وحيدة للافتاء. قالك انه طبعا دار الافتاء مع الازهر اكتر، يعني الدكتور شوقي علام يعني مش على خط معارض، في ركب الازهر. فهنا هيئه كبار العلماء بتحط نفسها فوق الجميع، وبتجعل من نفسها مرجعيه نهائيه وكامله في اي جهه تفتي في مصر. اول حاجه. تاني حاجة انه هيئة كبار العلماء مش عاجبها الاوقاف. يبدو انه مش عاجبهم وزير الاوقاف. انتوا عارفين انا هاجمت وزير الاوقاف في البرنامج ده. لكن هنا في تكريس لوضع كارثي، انه يجي الازهر يقول لك ده يفتي وده ما يفتيش. وبعدين المشكلة ايه؟ انه بتوع الاوقاف دول ما هم خريجين ازهر. يعني الائمة بتوع الاوقاف، احنا عندنا حوالي 60,000 امام وخطيب منتميين للاوقاف خريجين الازهر. الدكتور مختار جمعه اللي هو وزير الاوقاف استاذ في جامعه الازهر، مش بعيد. لكن في حاجه مش مظبوطه، في رائحه مش تمام، هنا بقى ايه؟ نرجع لفكره انه في صراع بين فروع المؤسسه الدينيه الرسميه في مصر، وهو صراع مكتوم ومحدش يطلع يتكلم معانا برومانسيه ويقول لك لا ودول ناس بيتراضوا وبيعملوا من اجل هذا الوطن وهذا الدين، لان اللي بادي مش كده. اللي بادي قدامنا مش كده. اللي ضيع كلام وقت طويل جدا كنا محتاجينه في قضية تجديد الخطاب الديني هو ده. صراع قانون دخل بيه رئيس اللجنة الدينية عمر حمروش، حطوا المادة اعترض عليها الوقت هيئة كبار العلماء، وعايز اقول لحضراتكم هيبقى في مشكلة، لانه في اجتماع يوم الاثنين الجاي، وهيحضروا عشان يتوافقوا. طيب انت لما تيجي هنا هيئة كبار العلماء دول ناس اللي قاعدين في التكييفات وفي المكاتب الفخمة وعندهم رفاهية الاجتهاد، انا كراجل بسيط في مسجد في قرية في ابعد محافظة في مصر، قدامي مين؟ قدامي شيخ الجامع، قدامي شيخ الجامع اللي بيأم المسلمين وبيطلع على المنبر، وانا راجل على باب الله عايز اسأله في سؤال في المواريث، سؤال في الاخلاقيات، راجل اللي رمى اليمين على مراته وعايز يرجعها يعمل ايه؟ ابنه بيتعامل معاه بالشكل الفلاني كذا، عايز يطلع الزكاه بتاعته في رمضان، اللي هي الامور الدينيه الحياتيه اللي هو الراجل محتاج فتوى.
هو الراجل ده، هو الراجل ده الممثل للازهر ولي الدين عند الراجل الفلاح او العامل البسيط. الائمه بتوع الاوقاف اللي بره مصر هم صوره الازهر. فلما تيجي انت الهيئه اهي النهارده تقول لا ممنوع انه ائمه الاوقاف والاداره العامه للافتاء في الاوقاف ان هي تفتي، تطلعها من القانون. طلعها من القانون ليه؟ بتطلعها من القانون ليه؟ باي حق يعني بتطلعها من القانون؟ وباي حق انك تحصر المساله فيك؟ يعني مفيش فايده، مفيش فايده في إدارة العمل في الأزهر، مفيش فايدة. يعني كل ما نقول الأمور ماشية تمام يعني فيهم جزء كده إنه ده اللي عندنا ولو عجبكم. عايزين تجديد؟ إحنا بنجدد ولو عجبكم. ده يعني مش معقول. في خلاف، في خلاف داخل، في خلاف بارد داخل المؤسسة الدينية في مصر، فيما يبدو انه شيخ الازهر مش مستطعب، لا يستطيب له مختار جمعه. يبدو. وانا بقول لحضراتكم بصراحه، يعني الكلام ده ممكن ناس كتير يعني تتردد ان هي تتكلم فيه. هنا انا بقولش سر، بقولش معلومه، بس بقول شاهد. في شواهد قدامي بتقول ده. طول الوقت في اخذ ورد وجذب وشد ما بين الازهر والاوقاف. لا، ما ينفعش كده. ليه؟ لانه ازمه مصر على فكرة، وهنا اتحاد الكرة ما يختلفش عن الأزهر، كل واحد بيحاول أن ينتصر لنفسه ولوجهة نظره بصرف النظر عن المصلحة العامة، وهي دي أزمة مصر. طيب أنا محتاج أسمع، هو الأزهر قال رأيه، يعني الأزهر هنا قال رأيه، أنا محتاج فعلا أسمع هو إيه اللي حاصل في يعني الناس بتوع الأوقاف بيقولوا إيه، بيقولوا إيه بتوع الأوقاف. خلينا نسمع من الدكتور جابر طايع، لان الدكتور جابر طايع يعني فوق انه رئيس القطاع الديني بوزاره الاوقاف كان موجود في المناقشات وعنده وجهه نظر. يا مولانا اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ محمد الباز وبالساده المشاهدين. قول لي وبفريق الاعداد الفني. قول لي بقى، قول لي ايه يعني ايه الحكايه؟ انتوا صحيح انتوا اداره الفتوى بتاعتكم دي يعني فنكوش الصوت بعيد خالص يا استاذ محمد. بقول لك اداره الافتاء في وزاره الاوقاف دي فنكوش ولا ايه يا دكتور جابر؟ بدايه يا استاذ محمد، اداره الفتوى في وزاره الاوقاف قديمه، يمكن وانا قلتها في اللجنه الدينيه اقدم من مجمع البحوث الاسلاميه نفسه. يمكن انا عندي معلومات انه مجمع البحوث الاسلاميه انشئ عام 60 او 61، لكن وزاره الاوقاف لها عقود ولها قرون منشأة على أرض مصر، وفيها في الهيكل الوظيفي والتنظيمي اللي أقره الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فيها إدارة اسمها الإدارة العامة للفتوى والبحوث، يعني إدارة بحثية، إدارة فتوى لها الشأن الديني تتحدث فيه من ناحية التنظيمية ومن ناحية الهيكلية. ولما كان طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب عمر حمروش للبرلمان بتنظيم الفتوى، ده اللي هو ده مشروع قانون مش طلب احاطه، مشروع نعم مشروع القانون اللي كان مقدم على ان يكون من الذين يحق لهم ان يرخصوا للفتوى. فكانت طبعا بديهيه ان يكون هيئه كبار العلماء، مجمع البحوث الاسلاميه، دار الافتاء المصريه، الاداره العامه للفتوى بالاوقاف. ده المنطقي يا دكتور جابر، منطقي، ده المنطقي يعني. واللي ظلت وظللنا في اللجنه الدينيه قرابة 9 أشهر، ومندوب الأزهر فضيلة الدكتور محي الدين عفيفي موجود معنا 9 أشهر، في أكثر من يعني كل شهر كنا نناقش الموضوع، المشروع هذا مرة أو مرتين في الشهر. وكان موجود معنا وحدث تصويت على البنود وكل شيء انتهى، وانتهت إلى أن نزلت للجنة العامة، للجلسة العامة في البرلمان. وجئنا بأنه الجلسة العامة البرلمان أرسلها ل مشيخة الازهر. فالازهر طبعا ادخلها في هيئه كبار العلماء. طب هو حضرتك البرلمان لما راح له المشروع القانون اللي وافقت عليه اللجنه الدينيه واللجنه التشريعيه بالماده اللي فيها اداره الفتوى بوزاره الاوقاف، بعتها ليه للمشيخه رغم انه كان في ممثل للمشيخه في المناقشات؟ لا، وكمان ازيدك، كانت اللجنه الدستوريه مع اللجنة الدينية هي اللي بتناقش المشروع، اللجنة الدستورية في البرلمان. اللجنة التشريعية فاللجنة التشريعية موجودة معانا في البرلمان هي اللي بتناقش
مشروع القانون. طبعا مسألة من الذي أرسل هذه مسألة يسأل عنها الذين أرسلوا تمام المشروع. تمام معاك. لهيئة كبار العلماء. معاك. أما وقد وصلت من البرلمان وصلت من هيئة كبار العلماء، فوجئنا بأن كل المواد يعني هم عكفوا على مادة واحدة بس اللي هي من له حق الترخيص. وكأنه مشكلة أن الأوقاف تقول لها حق الترخيص هي أم المشاكل. وهي التي انتفضت لها هيئة كبار العلماء. طب الاعتراض هل في يا مولانا هل في اعتراض موضوعي؟ يعني خليني برضو أبقى أنا على الجهة الأخرى، هل في اعتراض موضوعي لهيئة كبار العلماء ان وزارة الأوقاف لا يكون لها حق الترخيص بالفتوى؟ يعني في هما بيقولوا ايه يعني؟ انا مثلك ابحث عن سبب موضوعي لابعاد وزارة الأوقاف، هل من ناحية القانونية، هل من ناحية الشكل القانوني الإداري؟ انا شايف ان وزارة الأوقاف ممثلة منذ قديم الزمان في دار في الفتوى، بل عندي خط تليفون ساكن اتقبل به الفتاوى، وعندي مدير عام للفتوى، وعندي إدارة للفتوى، والإفتاء شغال في هذه المسألة يعني بصفة مستمرة. فأنا لا أجد سبب إداري أو تنظيمي أو هيكلي يوجب علينا أن نستبعدها. كذلك الأمر الآخر، طبيعة عمل إمام المسجد يا أستاذ محمد. تفضل، دي مهمة دي. تفضل. أنا عندي أكثر من 50,000 إمام في وزارة الأوقاف. عندي 120,000 مسجد. هل من المعقول أنت في أسوان وصليت الظهر 3 ركعات وأخطأت ورحت لإمام المسجد، يا إمام المسجد أنا صليته 3 أعمل إيه؟ يقول لك استنى والنبي لما أسأل مجمع البعوث الإسلامية، أو استنى لما أسأل الواحد. أنا عايز أسألك عايز أسألك سؤال مهم. هو من أنقذ الموقف الذي تسبب فيه دكتور عباس شومان عندما كان يصلي العيد في سوهاج، وصلى العيد على غير ما اعتاد عليه الناس، والناس رجعوه وقالوا له مش مصليين معاك ولازم ترجع الصلاة تاني، تراجع الصلاة تاني. نعم، إمام المسجد هو الذي صلى وصحح، اللي هو إمام الأوقاف. إمام الأوقاف هو الذي صحح. طيب، يعني الصورة واضحة. وخلونا انا اقول حاجه يعني بس عشان الناس ما تستغربش ايه حكايه عباس شومان. الدكتور عباس شومان لما هو من سوهاج، هو وكيل الازهر الشريف، لما راح سوهاج في العيد صلاه العيد هو اما المصلين هناك في صلاه العيد، وبعد ما صلى العيد فوجئ ان الناس معترضه ومحتجه. ليه يا مولانا؟ انت بتصلي غلط، بتصلي العيد غلط. ليه؟ احنا متعودين بنصلي العيد الركعة الأولى 9 تكبيرات والركعة الثانية الركعة الأولى 7 تكبيرات والركعة الثانية 5 تكبيرات، والله أعلم يعني. تمام؟ فهو الراجل صلى ما قالش التكبيرات. فين التكبيرات يا دكتور شومان؟ قال لك أنا بصلي على المذهب الشافعي حاجة كده. فالناس قالوا له لا، زي ما احنا متعودين نصلي. حصل هرج ومرج وبتاع لحد ما جه إمام الأوقاف وصلى بالناس وامتص الغضب. معنى كده ايه؟ معنى كده انه أئمة الأوقاف اللي موجودين مهمين، ما ينفعش تتجاهلهم، ما ينفعش تستبعدهم، خاصة انه الناس في الأوقاف مش شايفة ان في اي سبب موضوعي لهذا الاعتراض، اللهم الا وجود مختار جمعة. يعني هل مثلا لو مشينا مختار جمعة من وزارة الأوقاف القانون يمشي كويس؟ مش عارف، يمكن يعني الله اعلم. انا بطرح بس التساؤل، يعني لو مختار جمعه مشي من وزاره الاوقاف الصبح وجبنا حد تاني، عباس شومان مثلا بقى وزير اوقاف، هل يمكن انه القانون يعدي ونحط فيه اداره الفتوى بالاوقاف؟ الله اعلم، حاسس كده. خليني، طيب احنا رجع لنا الدكتور جابر يا جماعه، مش كده؟ طيب يا دكتور. نعم معاك يا فندم، وبسمع حضرتك، اتفضل. استكمل معك يا استاذ محمد. اتفضل. الذي صحح الوضع في سوهاج بعد فضيله الاستاذ الدكتور العالم شومان كان امام المسجد. لماذا؟ لانه اعرف الناس بطبيعه الناس. الائمه منتشرين على مستوى الجمهوريه في النجوع والكفور وفي الازقه وفي الحواري، هم اعرف الناس. هم الذين يجاب لهم. أنا عندي في وزارة الأوقاف، من الذي يحافظ على أزهرية الخريج؟
وزاره الاوقاف اللي بتدفع 6 مليون جنيه عشان تشتري زي سنوي عشان الائمه يلبسوه عشان يحيوا يبقى مشهدهم بالظبط وبقاء الازهر دائم. الدبلوماسيه الناعمه في دول العالم كله من يحققها؟ المفادين من قبل الازهر، من قبل وزاره الاوقاف، هم الذين يحققون هذه الدبلوماسيه الناعمه ويشار اليهم. انا لما اقابل في الشارع الناس ما بتسالنيش انت اوقاف ولا ازهر، بيقولوا اهلا بك. هو اقول لحضرتك على حاجه، عشان دي حاجه مستغربه بالنسبه لي، هم مش ائمه الاواف دول خريجين الازهر؟ نعم. طب ايه الفصل بقى؟ لا استنى بس يا مولانا، ايه الفصل بقى بين ده اوقاف وده ازهر؟ دي حاجه اداريه. دي حاجه اداريه. يعني كادر مالي واداري. نعم. يعني انا وزميلي تخرجنا من الكليه، هو راح الافتاء والثاني راح الازهر وانت رحت الاوقاف. يعني البضاعه التي تحملونها على اكتافكم واحده. يعني معالي وزير الاوقاف الحالي يعني النهارده هو وزير للاوقاف، بكره لو ساب الوزاره وراح استاذ في جامعه الازهر او عميد الكليه او ما عادش عارف، ممكن يبقى المفتي. يعني النهارده يبقى له الحق الافتاء عشان في وزاره الاوقاف، اول ما يروح الازهر، اول ما يروح الازهر يبقى له الحق الافتاء، وهو في وزاره الاوقاف ملوش حق. يبدو كده. طيب النهارده لما كان الجمعه اللي فاتت معالي الوزير بيخطب وقال عن التسعير ووجوبيه الحاكم انه يتدخل من اجل ان يسعر لانه المصلحه تقتضي ذلك، معنى ذلك انه خالف قواعد الفتوى عندما افتى على المنبر بهذا؟ من الذي لو افتى واخطا يحاسب؟ وزير الاوقاف ام غيره؟ صحيح. انا بشكر حضرتك دكتور جابر طايع، يعني في حاجات كده في المساحه دي والله يعني تبعث على الاسى. لان ايه الخناقه دي؟ يعني ايه الخناقه دي يا افاضلنا او يا مشايخنا الافاضل؟ ايه الخناقه دي يا هيئه كبار العلماء؟ ايه؟ وبعدين انا ما عنديش مانع لو ان هناك منطق، لانه البضاعه التي يحملها مختار جمعه وزير الاوقاف هي نفسها البضاعه التي يحملها الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر، هي هم متعلمين في الازهر في نفس الجامعه، تلقوا نفس العلوم، درسوا نفس الدراسه، لابسين نفس الزي الازهري، بيتكلموا في نفس الموضوعات. صحيح والله على راي الدكتور جابر طيب، يعني مختار جمعه وهو وزير اوقاف ما يبقالوش حق الفتوى لو راح بقى مفتي مثلا او لو راح اشتغل بقى حاجه في المشيخه يفتي؟ هي هيئه كبار العلماء هل عندها برنامج؟ يعني عندها برنامج هتنزله ده يفتي وده ما يفتيش؟ ايه الحكايه دي؟ وبعدين نقعد نضيع وقت اساسا، نضيع وقت طويل جدا في مثل هذه التفاهات التي لن تسمن ولن تغني من جوع. ايه في ايه؟ الناس قاعدين ينهشوا في البلد ويطلعوا دراسات ويطلعوا فتاوى ويفككوا الخطاب بتاعكم اساسا، وانت قاعد تتخانق مين يفتي ومين ما يفتيش؟ يا اخي ما تفتوش اصلا. والله وانا بخاطب المصريين ممكن اقروا يا جماعه، والله اقروا في القران واقروا في الحديث واقروا وانتوا اعرفوا، لان هو الرسول عليه الصلاه والسلام وضع قاعده يمكن ان تستغني بها عن كل الناس اللي عايزين يفتوا دول كلهم. الرسول قال لك ايه؟ الاثم ما حاك في صدرك خشيت ان يطلع عليه الناس. خلاص انت مش بتسال عشان تعرف ده صح ولا غلط؟ ده ينفع ولا ما ينفعش؟ في حاجات بقى في المواريث بتوع القانون يخلصوها لك، لو انت عندك مشكله روح لمحامي، ما هو المحامي دار الشريعه هيفتي لك في حكايه المواريث كويس، وبالقانون والحياه تبقى زي الفل. ومش عايزين فتوى يا جماعه، مش عايزين. يعني هو النهارده لو احنا الصبح قمنا في مصر ما لقيناش حد بيفتي هيحصل حاجه؟ هنتاثر يعني؟ هنموت؟ فكره ان انتوا عاملين من الحبه قبه، قانون ماشي بتوع الاوقاف، والله انا اقسم انه لولا ان وجود مختار جمعه في وزاره الاوقاف كان القانون ده مشي. طالوا صداع بقى. طيب خلينا نخرج فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم اسرار وكواليس عن 30 يونيو بمناسبه احتفالنا بيها. والنهارده يبقى ضيفي دكتور سيد البدوي رئيس حزب الوفد السابق والسياسي الكبير بوصفه شاهد على ما جرى في 30 يونيو وما قبلها، وتحديدا يمكن نسمع منه النهارده قصه جبهه الانقاذ ودورها
لانه ده زي ما قلت لحضراتكم توثيق للتاريخ حتى لا ننسى. هخرج فاصل وارجع لحضراتكم نتكلم على جزء مهم جدا في احداث 30 يونيو، ثم في فقرتي الحواريه يكون معي دكتور سيد البدوي.